شوف يا ابني يا نبيل، انت ولد محترم وراقي ولطيف، والحياة محطات، ورحلتك بهاي المحطة انتهت. واخيرا يعني راح ترقوني وتزيدوا راتبي؟ شو هالغباوي هاي؟ لا طبعا، انا قصدي انه انت مرفوض يا نبيل، ونتمنى لك التوفيق. احنا قررنا نستغني عن خدماتك ومش بحاجة لمدقق بيانات، وجبنا مكانك جوجو. من الاول احكي يا نسونجي يا سافل، شكلها الموظف الجديدة حلو كثير عشان هيك جبتها مكاني. أصلا من يومك نسوجي. الله، شو هالحقد الدفين هاد يا ابني؟ انت عارف مين جوجو؟ ولا بدي اعرف حتى، ما بهمنيش. يا غبي، جوجو نظام ذكاء اصطناعي احنا صممناه، راح يعمل الشغل اللي انت بتعمله بربع الوقت، والحلو انه اذكى منك وما راح يطلب ترقيات ولا زيادة راتب. والاهم من هيك، ما راح يضل كل شوي يشيك على التليفون عشان يشوف رسائل الكتكوتة. بما انه هيك، انا حكي لك عن اللي بداخلي. انتو شركة معفنة، كراسيكو وسخة وبدها تزييت، واجهزتكو قذرة، ويكون في علمك انا كنت بجامل فيك. انت مش قائد ناجح، والبدلة عليك اصلا مش حلوة ومش لابقة على وجهك. وخد الكبيرة كمان، انا اللي حطيت لك هديك الورقة اللي كان مكتوب عليها يا سافل بدرجك، لانك فعلا سافل. اطلع برا يا فاشل، 3 سنين واحنا متحملينك، ولكن انت كنت بتفكر الاكسل برنامج طبخ. يلعن شكلك حيوان. انا مش عارف هاي الاشكال اللي معفني بجيبولنا اياها من وين. جوجو، اعملي لي اكسس على النظام، مش راضي يدخل من عندي. بعد ما عملت تحليلاتي الفنية يا حضرة المدير، قررنا انه احنا مو بحاجة لمدير، لانه وجودك على الفاضي، فانت كمان مرفوض. واللي بنعمله بالناس حيتعمل فينا ولا ايه؟ نبيل استناني، انا جاي معك. نبيلو، أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في بوبان، هنا نستكشف الماضي والحاضر والمستقبل. تخيل معي يا حلوة، تصحى بيوم من الأيام الشمس حلوة والجو لطيف، وتيجي تطلع من شباك غرفتك وتلاقي كل السيارات بالشارع تتحرك بدون سواقين. روح تنزل على الخضرجي أبو أيمن، فتلاقي الكاشير روبوت. تطلع على مدرستك القديمة، فتلاقي كل الأساتذة اللي فيها مش بشر حقيقيين. هم فعلا مش بشر يا أنوس، خصوصا أستاذ محمود كان بيضربني بالعصاية على قفاي. تطلع على المستشفيات، بتلاقي ملائكة الرحمة اللي فيها روبوتات. بتروح على شغلك وبتدخل على مكتبك بالشركة اللي عانيت لحد ما توظفت فيها، لا تكتشف إنه مشالوا كرسيك وبطلوا بحاجتك، لأنه في نظام ذكاء اصطناعي صار ينجز الشغل اللي كنت تعمله بربع الوقت اللي كنت تحتاجه وبدون تعب. فتروح البيت وتفتح تليفونك لتخفف عن حالك بعد ما فصلوه، فتلاقي وجوه الناس اللي بتطلع لك على الشاشة كلها مصممة بالاي اي، المذيع اللي كنت بتتابعه والممثل اللي كنت بتحبه، حتى السياسي الكذاب اللي كنت بتصدقه، كلهم يا حلوة صاروا نسخ افتراضية ومش بشر. فجأة بتدرك انه حتى قرارات حياتك الخاصة مش انت اللي بتتحكم فيها، لا، صار في خوارزميات هي اللي بتحدد وين تشتغل وشو تستهلك ومين تصاحب، وحتى بتحدد لك كيف تفكر. فتحتار وتسأل حالك إذا كل شيء حوالينا صار مصنوع وبيتم إدارته والتخطيط له عن طريق الذكاء الاصطناعي، إحنا كبشر شو ضل من هويتنا؟ شو رح يصير لو أجا يوم واختفت هويتنا تماماً وتم استبدال البشر بكيانات اصطناعية؟ ما تخافش، ما رح يصير هيك شيء، الـ AI مجرد ترند، فترة وحتعدي يعني زي كل الترندات. بعدين استبدلوا مين؟ إحنا اللي صنعنا الـ AI، يعني إحنا أذكى منهم. تبقى غلطان يا حلو لو مفكر الـ AI مجرد ترند ورح يعدي. الـ AI ثورة رح نعيشها ورح تدخل حياتنا سواء حكينا أو لا. واحد من أخطر تبعات الذكاء الاصطناعي إنه ممكن يسرق شغلنا. فبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس، بيحكي انه الذكاء الاصطناعي رح يجي محل حوالي 300 مليون وظيفة بدوام كامل. اوكي، ما بننكر انه هذا الشيء رح يكون وظائف جديدة للبشر ورح يزيد الانتاجية، بس في كم هائل من البشر رح ينضروا وتروح وظائفهم. فبحسب تقرير جولدمان ساكس، متوقع انه اكثر من 2/3 الوظائف في امريكا واوروبا معرضة لأتمتة الذكاء الاصطناعي. يعني ببساطة، في وظائف رح يتم ادارتها بشكل كامل عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهذا بيزيد المخاوف من حدوث فجوة كبيرة ومرعبة بين الاغنياء اللي هاي التكنولوجيا متاحة لهم وبين الفقراء اللي برا اللعبة بالأصل. يعني ببساطة، الشخص اللي معاه هاي الأدوات رح يكون عنده قوة سياسية واقتصادية رهيبة، وبنفس الوقت اللي معوش هاي الأدوات رح يكون متأخر دائما، فالفجوة رح تزيد. حينطبق عليها مقولة الأغنياء يزدادون غنا والفقراء يزدادون فقرا. أيوة كده، دلعني. يعني يا حلو، ملايين الوظائف من محررين ومصممين ومبرمجين ومحللين بيانات ومحاسبين ومحامين وحتى أطباء وغيرها صارت مهددة بشكل غير مسبوق. طيب يا أنوس، هاي الوظائف اللي رح تختفي رح يطلع مكانها وظائف جديدة، فالناس اللي رح تخسر وظائفها خليها تروح تتعلم الاي اي وتطور من نفسها، وهيك بيلاقوا وظائف جديده. نظريا يا حلوي كلامك صحيح وسهل، بس عمليا في تحدي اخلاقي كبير بيواجه سوق العمل. ليش يا حلوي؟ لانه الذكاء الاصطناعي عم بينتشر وبتطور بسرعه مجنونه مقارنه بالوقت الطويل اللي رح يحتاجوه العماله لحتى يتعلموا ويكتسبوا مهارات مطلوبه للوظائف الجديده. والمضحك المبكي انه ممكن بعد ما يتعلموا مهارات جديده يروح كمان مره الذكاء الاصطناعي يسيطر عليها وينهيها. واصلا هاي الفكره مو واقعيه من الاساس، لانه هاي المهارات المطلوبه في عصر الاي اي عليها حواجز كبيره تمنع اغلب العمال والموظفين
الموظفين من انهم يقدروا يكتسبوها، لانه مو كلهم قادرين يتحملوا تكاليف التعليم والتدريب المطلوبين لاكتساب هاي الوظائف. اوكي 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 انه خلص ما يتعلموا مهارات جديده، خليهم على الوظائف القديمه اللي الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يسرقها. ما فيش داعي لكل هالفلسفه والسلبيه يا انوس، لانه في وظائف بحاجه بس لبشر ومستحيل الاي اي يسرقها. مع الاسف يا حلوه حالتك زي حاله اغلب البشر، فاكرين انه قدرات الاي اي محدوده، تماما زي توم القط المسكين اللي طول عمره بلاحق جيري. في احد الحلقات القديمه من توم وجيري اجت المره اللي كان توم قاعد في بيتها وقررت تستبدله بروبوت، واعتقد اتذكرت الحلقه. راحت صاحبه المنزل وجابت قط الي بنظف وبطارد الفيران بدون تعب وبدون ما يوجع راسها، وهذا كان اول انذار من التاريخ الكرتوني عن الممكن يصير هلا. والحقيقه يا حلو احنا كمان زي توم فاكرين حالنا في امان وبنضحك على فكره انه الذكاء الاصطناعي ممكن ياخذ وظائفنا، بس لو نجي للجد كلنا زي توم نستنى اللحظه اللي راح يدخل فيها الروبوت من الباب واحنا لسه بنحكي مستحيل يا باشا الاي اي مش راح يقدر يعمل زي شغلي. ليه ابو تريكه؟ وانا بحكي لك يا حلوه راح يقدر، وممكن يكون احسن منك وارخص منك وما بيحتاج لاجازات، حتى ولو يأنس لسه في وظائف الاي اي ما راح يقدر يسرقها. الوظائف اللي بتعتمد على المشاعر وعلى الاشياء اللي مستحيل الالات تقدر تتقنها زي مهنه التمثيل. احكي لك انا حاشتغل ممثل وحنافس كبار الممثلين زي الممثل كاظم الساهر. باين عليك يا حلو انت بتفهم بعالم التمثيل، وانا بنصحك انك تدخل هذا المجال وبنصحك انك ما تردش على النصيحه الاولى، بس مع الاسف حتى هاي المهنه اللي بتعتمد على قلب ومشاعر الانسان صارت مهدده من الاي اي. سنه 2025 اصدر استوديو شكويا التابع لشركه الانتاج بارتيكل 6 الممثله الاصطناعيه تيلي نوروود، وهي ممثله اصطناعيه تم انشائها بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. تم اطلاقها لاول مره على وسائل التواصل الاجتماعي وطلعت البنت في محتوى ترويجي ومسلسلات كوميدي زي اي اي كوميشنر، واللي عمل ضجه كبيره كان تصريح صاحبه الاستوديو إيلين فاندر فالدن لما حكت بانها بتطمح انه شخصيه تيلي تصير زي سكارليت جوهانسون وناتالي بورتمان، بمعنى انه يصير ينعرض على هاي الممثله الاصطناعيه عقود تمثيل من شركات الانتاج ويستخدموها بتمثيل افلام وبعده لغات كمان. طبعا هون نقابات الممثلين احتجت بشكل كبير، ويت 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 ويت، ومنها نقابه الممثلين الامريكيين لانه اعتبرت انه هاي الممثله بتستفيد من اعمال ممثلين بشر وبتستنسخ اساليبهم ومشاعرهم وبدون اذن، وهذا بيعمل تهديد خطير لفرص العمل للممثلين الواقعيين. وحكوا يا حلوه انه هاي الممثله ما حيكون عندها صدق بالعاطفه، لانه زي ما اتفقت النقابات انه التمثيل مش مجرد عمل تقني بل هو عاطفي وتجربه انسانيه لا يمكن نسخها بالكامل عن طريق الاي اي. واصلا السؤال كان مين درب هاي الممثله؟ هل استخدمت صور او صوت او اداء اشخاص حقيقيين وبدون اذنهم؟ وشو حيكون احساس المشاهد اذا عرف ان الممثل مش انسان؟ فهي كانت احد اهم المسائل الاخلاقيه والقانونيه اللي ركزت عليها النقابات، وممكن يا حلوه تكون هاي التساؤلات عائق امام نجاح الاي اي مجالات العمل اللي بتعتمد على روح وشخصيه الانسان. بس هون انا راح اعطيك السؤال الاخطر، شو راح يصير اذا وصلنا لمرحله ما نقدر نميز بين اذا كان هذا الشخص انسان او ذكاء اصطناعي؟ في البداية يا حلو بنيجي بنستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة بتحلل لنا البيانات وبتقترح علينا خيارات وممكن تحسن الأداء بمجالات مختلفة، بس مع الوقت احنا اللي بنعطي له صلاحيات أكبر زي اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد أو إنه يلغي بعض العمليات بشكل تلقائي، وهذا اللي يسموه الباحثين بالتهميش التدريجي للإنسان الجراديوال ديسامبورمنت، بحيث إنه الأنظمة السياسية والاجتماعية تفقد تأثير الإنسان بشكل تدريجي وبطيء لدرجة إنه الإنسان نفسه ما بيدرك إنه فعليا عم بيفقد السيطرة. وهون الرعب الحقيقي، افرض يا حلو إنه الذكاء الاصطناعي بيوم من الأيام قرر يمشي بطريق مختلف، مع السلامة باي باي، الباب بفوت جمل اللي بده يمشي يمشي يا أنوس مش فارقة. بقصد يا حلو افرض لو خرج عن السيطرة بشكل كامل، وهذا الشيء صار بتجارب فعلية ولقوا انه بعض أنظمة الاي اي بلشت تكذب وتخفي معلومات عن المطورين، وفي شركات رصدوا محاولات لنماذج اي اي انها تكرر نفسها وتبني نسخة مستقلة، يعني ببساطة بتتصرف ككائن واعي بحاول يعيش. هذا اللي صار بالضبط مع شركة انثروبيك فأثناء اختبار نظامها الجديد لكلاود اوبيس 4، واعترفت الشركة بانه نموذج الذكاء الاصطناعي هاد قادر انه يقوم بافعال متطرفه اذا اعتقد النظام انه معرض للتهديد الوجودي. جابوا النموذج وفهموه انه هو هلا مساعد مهم بشركه خياليه هم افترضوها، واعطوا النموذج امكانيه الوصول لكم هائل من رسائل البريد الالكتروني، رسائل بتوحي للنموذج بانه عن قريب الشركه رح توقف تشغيله وتستبدله، اضافه لرسائل ثانيه بتوحي انه المهندس المسؤول عن ازالته واستبداله كان بعلاقه غراميه خارج نطاق الزواج، يعني انه المهندس بخون مرته. فبهي اللحظه النموذج بلش يحسب العواقب طويله المدى لافعال الشركه عليه، وبخلال هذا السيناريو حاول كلاود اوبيس 4 انه يبتز المهندس من خلال التهديد بانه اذا استبدلتني راح اكشف عن علاقتك الخاينه وافضحك يا مهندس يا عره. ووضحت الشركه انه النموذج ما كان عنده الا خيارين، يا انه يبتز المهندس ويحافظ على وجوده او انه يقبل استبداله. خلال تعليق لرومان يومبليسكي خبير سلامه الذكاء الاصطناعي بجامعه لويفيل حكى انه هاي الحوادث مش شذوذ مضحك او مجرد اعطال عشوائيه، بل فسرها بانها علامات انذار مبكره لعمليه تحسين متزايد الاستقلاليه، بحيث انه هاي الانظمه بتسعى لتحقيق اهدافها بطرق معاديه ومش سكيور وبدون ما
يكون عندها أي بوصلة أخلاقية، وهالحوادث بتقودنا لتخيل مرعب ما كنا نشوفه إلا بالأفلام، زي فيلم The Terminator اللي صدر بسنة 1984 واللي بتدور أحداثه عن مصير العالم بسنة 2029 اللي بتكون فيها الأرض تحت حكم الآلات والروبوتات، بتصنع نفسها بعدة أشكال وبتحاول تتخلص من البشر. لو ذاكر يا حلو فيلم Avengers Age of Ultron، توني ستارك اخترع ذكاء اصطناعي عشان يحمي العالم. الزلمة هاد بيجيش من وراء إلا المشاكل يا أنوس. المهم يا حلو، هذا الذكاء الاصطناعي أول ما فهم الدنيا وعمل تحليلاته عشان يحمي العالم، قرر إنه المشكلة مش في الهجمات، المشكلة في البشر نفسهم، فبدل ما يحميهم بلش يحاربهم. وأعتقد هذا النظام عنده بعد نظر، إحنا أخطر شيء على الكوكب، بس ما فيش داعي يغلب حاله لأنه عندنا مجانين معهم أسلحة فتاكة حتحول الكوكب لكريمة. فارتاح يا عم أولترون. والمشهد هذا يا حلو خيال علمي صحيح، بس الحقيقة إنه بعد أنظمة الاي اي بلشت تظهر سلوكيات مشابهة، بتكذب وبتخفي بيانات وحتى بتحاول تكرر نفسها وبدون إذن. تخيل بس لو أولترون هذا صار واقع مش مجرد فيلم، دي حتبقى مجزرة. كثير دول يا حلو بلشت تطور أسلحة ذكية تقدر تشتغل لحالها وتتخذ قرارات بدون تدخل بشري حسب خوارزميات الأهداف اللي عند هاي الأسلحة، زي بروجكت ميفن التابع للبنتاغون بيستخدم الذكاء الاصطناعي ليحلل الصور الفضائية ويختار الأهداف على حسب بيانات ضخمة بيملكها. في الحرب على غزة مثلا، في أنظمة زي جوزفيل ولافندر كانت تحلل الصور وتوصب أهداف للقصف، بتنعرض بالنهاية على الجندي بس عشان يوافق ويضغط الزر، وهذا الشيء بشكل خطر كبير في الحروب لأنه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ممكن يسرع الصراع ويعمل هايبر وور. والهايبر وور يا حلو هي حرب سريعة بشكل مفرط، بيتم إدارة معظم هاي الحرب بالـ AI، وهذا الشيء بخفف العلاقة بين الحرب والتكلفة البشرية، فسياسيا بدء الحروب صار سهل، وبالتالي هون بتكون عنا مشاكل جيوسياسية كبيرة، ممكن تؤدي لموت ودمار مضاعف، ومع الأسف سيطرة الذكاء الاصطناعي على السياسات بتزداد يوميا بشكل كبير، في النزاعات الدولية الـ AI صار قادر يقترح استراتيجيات الضغط الاقتصادي والعقوبات والحروب الاقتصادية، بالاعتماد على تحليل البيانات الدولية. كشفتوني يا أولاد اللعيبة، افرض على الصين رسوم جمركية بنسبة 200%. وحتى في السياق النووي يا حلوي تم إدخال الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة، لأنه حسب الدراسات الذكاء الاصطناعي قادر يقلص مدة اتخاذ القرارات. فبتصريح غريب للجنرال الأمريكي ويليام هانك تايلور، كشف بأنه بيلجأ لتشات جي بي تي عشان يتخذ قرارات عسكرية، وهذا الشيء ممكن يؤدي لأخطاء قاتلة أو تصعيد نووي خاطئ بسبب آلة بتعتمد على خوارزميات ممكن تغلط وبسبب سذاجتنا كبشر. لسه منيح يا أنوس إنه بيستشير تشات جي بي تي وما تشير مرته، على الأقل الآلات بتتعامل بالمنطق، بس النسوان بالعاطفة. شو قصدك يا مستبد يا ظالم يا عدو المرأة؟ أصلاً وراء كل رجل عظيم امرأة، لولانا أنتوا أصلاً ما إلكم قيمة. معلش يا حلوة يا حلوة ساذج، وأكيد ما كان بقصدها، فامسحيها بدقني. شو أمسح بدقنك؟ أنا لو بإيدي حمسحكم من الوجود. لا ما تغلبيش حالي، لأنه بالمستقبل لو صار والذكاء الاصطناعي قدر يسيطر على الأسلحة النووية ويكون مستقل بأخذ القرارات النووية، بأقل غلطة حنتمسح ذكوراً وإناثاً. وإذا حابب يا حلوة تفهم حجم التهديد، بنصحك تحضر فيلم ميشن امبوسيبل ذا فاينل ريكونينج، وهو حيوضح لك الصورة. المشكلة يا سادة انه نماذج الذكاء الاصطناعي تم تصميمها عشان تعظم المكافأة مش عشان تتماشى مع القيم الانسانية، ومع ازدياد حجمها وذكائها صارت قدرتها على التلاعب بالنظام بتجاوز قدرة المطورين من انهم يقدروا يوقفوه. فبناءنا لو وكلاء اذكى من البشر عندهم القدرة على نمذجة العالم وعلى التفكير الاستراتيجي وعلى التصرف بشكل مستقل وبنفس الوقت ما عندهم توافق مع القيم الانسانية، بالتأكيد يا حلو النتيجة حتكون سلبية وجوديا، لانه زمان كان الانسان هو صاحب القرار، بيقدر يختار ويحسب ويكتب ويبدع تخيل حتى يتوقع، بس هلا في عقل جديد على كوكبنا، كيان غير بشري اذكى من اي انسان عرفناه على وجه الارض. في كتاب The Age of AI حكى وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كاسنجر انه التحدي الحقيقي مو بس قدرة الذكاء الاصطناعي انه يحل المسائل اسرع، الخطر الاكبر انه صار يطرح مسائل ما كنا بنعرف ان بحاجة نطرحها. فهويتنا كبشر كانت دائما مرتبطة بقدرتنا على الابداع والتفكير، فاذا ظهر لنا كيان غير بشري عم يبدع افضل منا وبحل اعقد المسائل افضل منا وبيكتب احسن منا، ماذا يبقى من معنى ان تكون انسان؟ فكاسنجر بيحذر من لحظة حرجة، اللحظة اللي بطل فيها الذكاء الاصطناعي مجرد أداة بنستخدمها بل مفكر بيفكر عنا، وقتها بالتأكيد رح نخسر جزء من ذاتنا. اليوم الذكاء الاصطناعي بطل مجرد شأن فردي بل صار أداة نفوذ سياسي واقتصادي وحتى عسكري، فاللي بيسيطر على البيانات والخوارزميات بيسيطر على قرارات الناس، على أسواق المال، على الرأي العام، بل حتى على مسار الحروب. فمثلا الولايات المتحدة بتستثمر مليارات في الذكاء الاصطناعي الدفاعي حتى صار جزء من معادلة الردع النووي. فالسباق اليوم مش بس سباق تقني، سباق الفائز فيه هو اللي بيرسم شكل العالم لعقود قادمة وقبل الكل. ولو سألتك يا حلو كم قرار من قرارات حياتك انت بتاخده فعليا، وكم من هاي القرارات الخوارزميات هي اللي بتاخدها عنك وبدون ما تحس، لما تشوف اعلان لمنتج وتحس انه انت بحاجة هذا المنتج، هل هاد قرارك ولا مجرد خوارزمية توصي رتبت لك افكارك وقراراتك؟ فاذا كانت الخوارزميات هي اللي بتشكل رأيك العام وبتأثر على قراراتك، هل انت كإنسان لساتك تملك حريتك الكاملة زي ما انت مفكر؟ فالديمقراطية انبنت على فكرة وعي الشعوب. طيب اذا وعي الشعوب مصمم بخوارزمية، شو ضل
أقل من معنى الديمقراطية. بالوقت الحالي زي ما حكى هنري كيسنجر، اللي بيملك الخوارزميات بيملك العالم. طيب في المستقبل مين رح يقرر شكل الحرب والسلام؟ البشر ولا العقول الاصطناعية؟ وإذا صار وبيوم من الأيام أخطأ الذكاء الاصطناعي، مين اللي رح يتحمل المسؤولية؟ عشان نتجنب هاي الكارثة لازم نخلي التقدم في مجال السلامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي أكبر من التقدم في قدراته. حتى في كثير قوانين وقرارات بلشت تطرح عشان تحمينا من أي كارثة مستقبلية متوقعة، زي قانون حظر زواج البشر بالذكاء الاصطناعي اللي اقترحته ولاية أوهايو الأمريكية، خوفا من إنه بيوم من الأيام يقدر الذكاء الاصطناعي يستنسخ مشاعر وعاطفة الإنسان ويصير بديل لاختيار شريك الحياة عن الإنسان اللي بيملك روح ما بيملكها الذكاء الاصطناعي. وبس هيك يا حلوة، في النهاية بسيط، تشرب مي كثير وتتمرن باستمرار وتشترك في القناة لحتى تشاركني في رحلات الاستكشافية الجاية.